ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي إن شاء الله تعالى لتسألي الإجابة على 38 صفحة 40 من الكتاب المدرسي ثالثة إعدادي المحيط في الرياضيات. التمرين طالبنا لنحسب ما يلي. عطونا أول حاجة نحسبوها هي جذر 5 ناقص جذر 3 كل شيء 2. بالنسبة لهذا التمرين 30 كله كيتعلق بالمتطابقات الهامة، المتطابقات الهامة عاد زائد الدرس ديال الجذور المربعة. إذا غنطبق المتطابقة الهامة ديالي أ ناقص ب كل أس 2 اللي هي جذر 5 أس 2 اللي هي أ أس 2 ناقص 2 أ ب أ زائد ب أس 2 اللي غتعطيني 5، لأن أس 2 مشى الجذر مربع مع أس 2 بقات 2. جذر 5 في جذر 3 تساوي جذر 15. فاش يكون عندي الضرب ولا القسمة كنحسب العددين، كنحسبهم ونديرهم تحت الجذر المربع. ردوا البال، كنحسب وندير تحت الجذر المربع، ماشي ما نديرش الجذر المربع، ندير تحت الجذر المربع. أما في الجمع والفرق كنشوف خص يكون عندهم نفس الطبيعة أو نفس الصيف أو نفس الصفة. جذر مربع 3 أس 2 هي 3. عندنا 5 زائد 3 تساوي 8 ناقص 2 جذر مربع 15. نكون بذلك حسبت الأولى ديالي. نمشي للثانية نفس الطريقة، المستبقة الهامة الثانية نطبقها كيما طبقتها في الأولى. الشكل اللي درت في الأول هي هذا أس 2 ناقص جوج المرات في أ في بي زائد بي أس 2، راه هذه أ وهذه بي، متفقين؟ كتعطينا هي جذر 3 أس 2 هي 3 ناقص جوج في جوج هي 4 جذر 3. لاحظوا هنا في الأولى حسبت الجذر المربع، وهنا حسبت الاعداد الحقيقيه، يعني كل حاجه كنحسبها بوحدها، ما يمكنليش نخلط ما بين العدد والجذر المربع. العدد يبقى بوحده هو الجذر المربع كيتحسب بوحده. زائد 4، اذا 3 زائد 4 تساوي 7 ناقص 4 جذر 3. بالنسبه للثالثه جذر 7 زائد جذر 3 المستبقه الهامه، هذه الاولى المستبقه الهامه الأولى اللي كنطبق هنايا جذر 7 أس 2 زائد 2 جذر 7 في 3 زائد 3 أس 2 اللي هي جذر 7 أس 2 هي 7 زائد 2 في 3 هي 6 جذر مربع 7 زائد 3 أس 2 هي 9 7 زائد 9 هي 15 زائد 6 جذر مربع 7. بالنسبة لهذه كذلك المستبقة الهامة الأولى كذلك، هذه أ وهذه ب، نطبق عليها المستبقة الهامة الأولى شنو غتعطينا؟ 1 أس 2 زائد 2 في أ في ب زائد ب أس 2 اللي غتعطينا هي 1 زائد 2 في 1 في 2 هي 4 جذر 3 زائد 2 أس 2 هي 4. هنا كنفرق الأس 2 عليهم بجوج، لأن أنا كنضرب نفرق عليهم بجوج على حساب القوى ديالي، جوج أس جوج 4 وجذر 3 أس جوج. دايما فاش يكون الجدع يعني العامل وعندي الخارج كنفرق الأس عليهم بجوج ولا 3، شحال ما كان عندي ديال العوامل شحال ما كان عندي ديال في الخارج ديال العوامل، المهم كنفرق عليها. جذر 3 أس 2 هي 3، نخليها سالهم بعد نكتبوها، تساوي 1 زائد 4 جذر 3 زائد 4 في 3 اللي هي 1 زائد 4 جذر 3 زائد 12، 1 زائد 12 هي 13 زائد 4 جذر 3. بالنسبة للعملية الثالثة، العملية الثالثة هذه لاحظوا معايا هذه على شكل المستبقة الهامة الثالثة، المستبقة الهامة الثالثة اللي هي أ أس 2 ناقص ب أس 2 أ ب أ ب، إذا هي أ أس 2 ناقص ب أس 2، أ هي جذر 5 أس 2 ناقص ب أس 2 هي 2 أس 2 اللي هي هنا جذر 5 أس 2 هي 5 و2 أس 2 هي 4، 5 ناقص 4 هي 1. نمشيو للأخرى كذلك مستبقة الهامة الثالثة، هذه أ وهذه ب، هذه أ هذه ب، غتكون هي أ أس 2 هي 2 جذر 3 أس 2 ناقص جذر 2 أس 2، 2 أس 2 4 جذر 3 أس 2 هي 3 ناقص جذر 2 أس 2 هي 2 اللي هي 12، 4 3 12 ناقص 2 تساوي 10. بالنسبة الأخيرة المستبقة الهامة الثانية، هنا المستبقة الهامة الثانية، المستبقة الهامة الثانية إذا هي 4 جذر 7 أس 2 ناقص 2 جذر 4 جذر 3 في 3 زائد 3 أس 2 تساوي 4 أس 2 هي 16 جذر عفوا جذر 7 أس 2 هي 7 ناقص 2 في 4 هي 8
جذر ثلاثة، ثم جوج في أربعة في جذر ثلاثة، جوج في أربعة ثمانية، في ثلاثة 24، عفوا 24 يعني ما ضربتش في ثلاثة، جوج في أربعة هي 24 جذر ثلاثة، لأن جوج في أربعة في ثلاثة، زائد ثلاثة في ثلاثة هي 9، إذا ستة في سبعة، سبعة في ستة 42، سبعة في واحد سبعة وأربعة 13، ناقص 24 جذر ثلاثة زائد 9 132، لزنا عليها 9 تعطي 141، ناقص 24 جذر ثلاثة. ونكون بذلك حسبت وجاوبت 80 30 صفحة 40، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.